أخبار المدينة في 60 ثانية. اليوم الوطني 90 عاما بين حلم المؤسس ودولة تبني المستقبل. الداخلية السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا. الرياض 5 أذكى عواصم مجموعة 20 في مؤشر IMD للمدن الذكية. القوات البحرية تتسلم دفعات من مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة الفرنسية. القبض على مقيمين مخالفين قام بتزييف العملات والترويج لبيعها. أخبار سارة من بعثة الهلال في الدوحة. جريدة المدينة، تابعونا يومياً.